اتفضل. اسمعوا، اوعوا تفتكروا ان ربنا سبحانه وتعالى والجهد اللي احنا بنعمله جهد مخلص وامين ومبدع ومبدع وبمنتهى القوة اللي ربنا بيعنا بيها بنعمل، مش انا، كلنا احنا. ايوه احنا. اوعى تفتكروا العمل اللي هنا ده واللي بيعمل في الدولة دي، كان حد، انا هختم بالكلمة دي، كان حد كلمني من كم، حد ايه ده القائم يعني، قالوا لي احنا نخف الاعمال بتاعتنا شوية، مش كده يا دكتور مصطفى؟ قلت لهم انا كنت جايب دي على الايباد يا دكتور عاصم، حجم الشركات العاملة في الدولة المصرية في مشروعات محددة، حجم الشركات العاملة في الدولة المصرية في مشروعات محددة للدولة، سواء كانت، ومش بتكلم على قطاع خاص، أنا بتكلم على القطاع اللي هو الدولة بتعمله. أنا بقول لكم مش أقل من 4-5 آلاف شركة شغالين يا جماعة، فيهم جواهم مش أقل، لو قلت متوسط ده في شركات فيها 70,000 عامل، لكن أنا هقول متوسط 1,000، يعني 4-5 مليون عامل أو بإنسان، بين عامل وبين يعني كل الوظائف، 5 مليون يعني 5 مليون أسرة. فرصة. طب أنا عملت قفلت أو قللت، قولوا لي ال5 مليون أسرة دول أنا أوصل لهم إزاي؟ ولا يا دكتور عاصم؟ صحيح يا فندم، صحيح. مش أنا يعني كدولة، الدولة توصل لهم وتديهم ويعيشوا إزاي؟ طب أديهم كده تكافل وكرامة؟ ما ده فكرة برضه. ولا أديهم ويبنوا البلد؟ نشتغل. صح. أنا بقول الكلام ده لينا كلنا. شوفوا قوتنا في فهمنا، قوتنا ايه في فهمنا، وانا لما بخلي زمايلي يبقوا واقفين هنا ويتكلموا ويشرحوا امور قد تكون بالنسبه للمواطن العادي يعني مش ده محل اهتمامه، انا في النهايه عايز فلوس في جيبي او الاقي حاجاتي في السوق بسعر كويس. بس خلي بالكم ما تفصلوش ده أنا اللي بيقوله دكتور عاصم. شكرا جزيلا.